من أجل تلك المناسبات تلعب كرة القدم، زي ما اللعيبة بكرة أمام فرصة تاريخيه لكتابه مجد جديد واضافه بطوله كبيره لتاريخ النادي الاهلي. انا متاكد انه من اللحظه دي ويمكن من قبل كده بشويه جماهير النادي الاهلي كلها في حاله تشوق لبدايه المباراه، والاهم ان شاء الله تتويج باللقب، لانه بالنسبه لنا كاهلاويه ما بيفرقش معانا غير تحقيق الالقاب، وباذن الله قادري. مواجهه ليست سهله، مواجهه بالتاكيد صعبه بين اثنين من كبار الانديه الافريقيه، وخصوصا في السنوات الأخيرة الوداد والأهلي دايما في الخطوات أو المراحل الأخيرة من عمر المنافسة على البطولة. كلاكات تاني مرة، تقدر تقول فرصة كمان لرد الاعتبار. إزاي هيكون سيناريو المباراة؟ نقاط القوة والضعف هنحلل النهاردة، هنتكلم كرة أكتر عن توقعاتنا لسيناريو مباراة بكرة بإذن الله. خلونا نرحب بضيوفنا في السادسة، بلال محسن وأحمد مصطفى الثنائي المتألق دائما. مساء الخير. مساء النور طبعا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، ويا رب ان شاء الله تبقى خطوه خير ان شاء الله بكره باذن الله، نقدر من خلالها ان احنا نحسم الامور مبكرا في مباراه الذهاب، وما نحتاجش ان احنا تبقى مباراه الاياب يعني الموضوع فيها على قد المباراه بس يعني ان شاء الله. هناخد منكم كود بتاع الفوز المريح بكره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا احمد، ودايما بنبقى مبسوطين احنا معاك، وطبعا مساء النور على جميع المشاهدين، وال دايما بنستمتع يعني واحنا موجودين معاكم وهم بيتفرجوا علينا. خلينا نبدا بمباراه بكره. بدايه شايفين مرحله ما قبل المباراه، ناخد تقييم سريع كده سواء للاهلي او الوداد في المرحله الاخيره او في الفتره الاخيره قبل الوصول لمباراه الذهاب اللي هتنطلق بكره ان شاء الله. بلال، يعني يمكن في البدايه عايزين نقول ان الفرقتين حظوظهم متساويه تماما في اعتبارات كل مدير فني، يعني كل مدير فني عارف ان هو نسبه فوزه بالبطوله 50 ونسبه فوز المدير الفني الثاني ايضا 50%. فالمباراه على ارض الملعب هتقام بين ناديين كبار، ناديين قدروا يتخطوا كل الادوار في البطوله لحد ما وصلوا للدور النهائي، وهو الدور الحاسم البطوله او المباراه الحاسمه. كل مدرب وكل فريق هيحاول يستغل المباراه اللي هتلعب على ارضه. في ناس بتشوف ان اللقاء الاول لما يكون على ارضك دي حاجه مش كويسه، والاحسن ان يكون لقاء الحسم في على ملعبك، وفي ناس تانية بتشوف ان ميزه للفريق اللي بيلعب المباراه الاولى على ارضه انه يحسم الامور مبكرا بالفوز، ويعني يعمل نتيجه مطمئنه الى حد ما تخليه ما يحتاجش قوي لمباراه العوده. ده السيناريو الاقرب لمارسيل كولر. انت عديت بالسيناريوهين، عديت في السيناريو ده مع الرجاء، وعديت بالسيناريو ده مع الترجي، وفي الحالتين قدرت انك انت تعمل نتيجه ايجابيه. بالظبط، يعني هو يعني السيناريو ده او السيناريو ده خدموا النادي الاهلي بالظبط، سواء الرجاء في الرجاء او في الترجي. احنا مرينا بالسيناريوهين خلال الادوار السابقه من البطوله، وده يخدم النادي الاهلي قوي، خاصه سيناريو لقاء الرجاء، لانه هو تقريبا مشابه لكل شيء. يعني حتى على ارض الملعب الرجاء والوداد لما تقابلوا في اخر مباراه اتعادلوا 2-2، وكانت المباراه بين الفريقين متكافئه جدا. فانت قابلت المنافس او الخصم التقليدي للوداد وقدرت تتعامل معاه جيدا جدا، سواء في لقاء القاهره والتغلب بنتيجة 2-0 أو في لقاء العودة، والتأمين الدفاعي والشكل المنظم اللي كان عليه النادي الأهلي، وقدر يخرج من المباراة بتعادل سلبي، وهي النتيجة اللي خدمت النادي الأهلي وصعدته. فالنادي الأهلي أنا أعتقد أن في دراسته وتحضيره للمباراة هيستعين جدا 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 بسيناريو لقاء الرجاء في الذهاب، وهيحاول يطبقه او يطبق على قد ما يقدر منه في لقاء الوداد هنا. اما نخش في الشغل الفني هنتكلم ليه سيناريو المباراه غدا هيبقى مطابق لسيناريو لقاء الرجاء. قبل ما اروح لفتره الاستعداد، انا يهمني جدا فتره استعداد الفرقتين، لانه بالتاكيد ليها تاثير، وممكن من خلالها تقرا فاندر بروك بيفكر ازاي، مستر كولر بيفكر ازاي بلقاء بكره. عايز اسالك على تاهل، يمكن الاهلي فاز او يعني خد بطاقه التاهل المباراه النهائيه باريحيه كبيره، وخليني اقول بمنتهى السهولة، فوز عريض في تونس على الترجي، ثم كانت نتيجة متوقعة طبعا انك انت بالتأكيد تأكد فوزك وجدارتك هنا في القاهرة، فالنتيجة كانت تقريبا شبه محسومة. القصة هناك مختلفة تمام، القصة هناك انه الوداد بيبدأ على أرضه فبيتعادل 0-0، فكل الآراء وكل الخبراء وكل المحللين وصن داونز كان بيلعب ناقص كمان وصن داونز كان بيلعب ناقص، وكل الخبراء قال لك المواجهة حسمت قبل ما نروح لجنوب أفريقيا، ويبدو أنه حتى لعيبة صن داونز والجهاز الفني لصن داونز كانوا يعني شايفين أن هم كمان النتيجة حسمت وهم وصلوا النهائي. فبالتالي راح الوداد هناك قدر يتفوق على واحد من أفضل فرق القارة ويحقق نتيجة إيجابية تؤهله للنهائي. هل شايف أنه الدفعة المعنوية دي، جرعة الثقة اللي خدها الوداد من تفوقه على سان داونز، هيكون ليها تأثير وهو بيلعب مع الأهلي في مباراة النهائي؟
طبعا هو هيكون ليها تاثير، بس طبعا مع قدام النادي الاهلي لازم تبقى الموضوع مختلف، لان النادي الاهلي طبعا فريق كبير وفريق النادي الوداد المغربي عامل له الف حساب، لكن الدفعه ديت بتوصلنا لحاجه مهمه جدا، او العوده اللي هم عملوها في ملعب جنوب افريقيا في صن داونز وصلنا ان شخصيه البطل موجوده عند الوداد المغربي، ودي تقريبا اتكلمنا فيها في بدايه دور المجموعات، اتكلمنا ان حتى الوداد بيمر وهو في المستوى اللي في بدايه الدور كان سيء جدا، ما كانش بالمستوى الكبير اللي قدمه في مباراه العوده امام صن داونز، لكن شخصيه البطل تبقى دايما واثق فيها، وهم هنا هو والنادي الاهلي عندهم الحته دي مع بعض، اعتقد ان هم شخصيه البطل موجوده في الفرقتين. لكن الوداد المغربي انا بشوف ان بالرغم الدفعه الكبيره جدا اللي ما كانتش متوقعه تماما لاي كان حد بيتفرج على مباراه الذهاب، صن داونز بيلعب ناقص تماما، وكمان كان متفوق يعني كان بيلعب على بره ملعبه كان متفوق على فريق الوداد المغربي، فكله كان متوقع ان مباراه العوده طبعا تبقى محسوبه لفريق صن داونز. الوداد المغربي فاجئنا مش عشان كمان هو تعادل واخد بطاقه التاهل، لا عشان الوداد المغربي كان عنده حاجه مهمه جدا عملها، قدر يرجع يعني في عز ما صن داونز كان متفوق قدر يرجع على الوداد المغربي مره واثنين. دي لقطات الجايه لنا التمرين دلوقتي تمرين النادي الاهلي على ارضيه ملعب استاد القاهره. محمد هاني طبعا، وكان في الكادر اللي قبل ده كان حمدي فتحي، ودي اخبار ساره طبعا لجمهور النادي الاهلي انه يا رب ان شاء الله يلحق ويتمكن من اللقاء من قيد اللقاء. فبتكلم ان الوداد المغربي انا بشوف ان هو طبعا النادي الاهلي بالنسبه له طبعا مش عايز اقول ان هو اقوى فريق في داخل قاره افريقيا، فاعتقد عامل له الف حساب خاصه بيجي يلعب قدام جمهوره والساعه الكامله، دي حاجه مهمه جدا للنادي الاهلي طبعا. وبشوف ان الوداد المغربي اعتقد هيلاعب النادي الاهلي بنفس الطريقه اللي لعب بيها صن داونز في مباراه العوده. صحيح. أنا بس عايز يعني أنا فخور قوي باستاد القاهرة، يعني بشوف الاستاد الحقيقة وفي حالة أيوة بالظبط، الحالة دي أعصاب ريلاكس في بالظبط مهمة جدا، في ثقة إن شاء الله بإذن الله يعني تنعكس ونشوفها بكرة في الملعب. بس خليني أقول لاستاد القاهرة يعني إن كان ليا إن أنا أبدي رأي، استاد القاهرة الحاجة الوحيدة اللي تنقصه عشان يكون استاد عالمي واحد من أهم الاستادات في العالم كله هي منظومة إضاءة حديثة، يعني لو فكرنا إن احنا نستثمر في الاستاد ده أو نطور في الاستاد ده، بالتالي أول حاجة أو الملف اللي يكون ليه الأولوية هي منظومة الإضاءة الحديثة اللي بقينا بنشوفها تقريبا في كل ملاعب أوروبا اللي ما بقتش بتعتمد بشكل أساسي على فكرة الأبراج. أعتقد إن الصورة كمان كواليتي الصورة وجمال الاستاد هيبان بشكل مختلف تماما، فأتمنى إن شاء الله. تعليقا على النقطة دي، يمكن الموضوع ده بيظهر جامد جدا في الدقيقة 74 دايما لما بيضيء الجمهور، لما بيكون الساعة الكاملة للاستاد وبيضيء الجمهور الفلاش بتاع الموبايل بتبان الإضاءة بصورة تانية خالص، فدي فعلا ملاحظة مهمة نتمنى إن هي إن هم ياخدوها في الاعتبار يعني. صحيح. طيب مشوار الوداد الى حد ما يبين انه كان في حاله تعثر، يعني فوزه على سيمبا انا بتكلم بدايه من الادوار الاقصائيه، وحتى نتائجه في دور مجموعات هنستعرضها معاكم، بس انا خليني اتكلم على الادوار الاقصائيه لانها دايما ما بيبقاش فيها فرصه للتعويض، فالفريق بيلعب بكل تقل، انت في دور المجموعات ممكن شويه تبقى عارف انك انت قادر تحسم لقاءات بعد كده، في لقاءات هتبقى في ارضك، فاللقاءات اللي بره يعني حتى منتلي ذهنيا او عقليا في الباك مايند عند اللعيبه بيبقى التفكير كده، لكن في الادوار الاقصائيه انت عارف لو خسرت باي باي بالظبط، فمفترض ان كل فرقه بتنزل بتقولها. مشوار الوداد في الادوار الاقصائيه مع سيمبا وصن داونز تقدر تقول ولاده متعثره، يعني مفيش نقاش. مشوار الاهلي في الادوار الاقصائيه يعبر عن واحد من افضل فرق القاره ويفوز باريحيه على اثنين من اكبر فرق رجاء وترجي، هل ده برضو ممكن يكون ليه تاثير معنويا على الاقل يا بلال قبل ماتش بكره؟ يعني خلينا نقول ان مشوار الاهلي ومشوار الوداد كان مختلف شويه، يعني الاهلي بدا بصوره ما كانتش احسن حاجه في دور المجموعات وصعد في المباراه الاخيره امام الهلال عكس الوداد اللي كان ضامن الصعود. في المباراتين الاقصائيتين كان الوداد كان بيعاني شويه، حتى هو ده كان سبب رئيسي في اقاله جريدو او رحيل جريدو، وهو كان بيلعب لعب يعني اللعب الرتيب العادي جدا، كان بيخاف زياده عن اللازم، بيامن خطوطه جدا، استبعد الخبرات، يعني كان ابرز اللعيبه كان بيستبعد دايما محمد اوناجم، وكان بيستبعد زهير المترجي واحد من افضل اللاعبين، كان بيعتمد على لعيبه زي سيف بوهره، وكان بيعتمد في الناحيه الثانيه على بوسوفيان، كان مغير شكل الفريق تماما، كان بيلعب بلعيبه جه
يعني، وده يمكن لما نيجي نتكلم عن التاثير اللي عمله فاندنبروك هنتكلم ان هو الوقت قليل او الوقت قصير، ولكن هو بصمته واضحه. يعني يمكن الراجل تولى تدريب الفريق حتى الان في 5 مباريات، قدر يفوز في 3 ويتعادل في 2. التعادل كان امام سان داونز، الوجه اللي ظهر عليه الوداد خاصه في مباراه العوده امام سان داونز يقول لك قد ايه بصمه فاندنبروك على فريق الوداد بصمه كبيره جدا. يمكن اللي ناس كتير ما تعرفوش ان جمهور الوداد اصلا كان بيطالب بقاله فتره بالتعاقد مع فاندنبروك. فاندنبروك كان ليه تجربه مع الجيش الملكي المغربي وقدر يفوز معاهم بكاس العرش ورحل بعدها لتدريب ابها السعودي، وفي الوقت ده كان في مطالبات كبيره جدا من الجمهور الوداد بالتعاقد مع البلجيكي فاندنبروك. اللي عمله فاندنبروك في الاداء وفي الصوره مغاير تماما للي كان عليه الوداد مع جاريدو. يمكن شفنا ابرز لقاء الوداد وسيمبا في المغرب بالحضور الجماهيري الكبير، وكان سيمبا عامل مباراه واتكلمنا هنا عنها، كان عامل مباراه كبيره جدا، كان الاقرب للتأهيل بالظبط واضاع فرص خطيره جدا، ويمكن الوداد استغل خطا ساذج من حارس مرمى سيمبا وصعد او قدر ان هو يحرز هدف ويذهب لسيناريو ركلات الجزاء. صحيح الوداد استفاد من عامل الهدف خارج الارض بهدفين في مباراته امام سان داونز، ولكن يحسب للوداد ان هو قدر يجاري فريق كبير كان كل الفرق القاره بتعمل له حساب خاصه الموسم دوت وهو سان داونز، وقدر يخرج ببطاقه الصعود من بريتوريا طبعا ومن جنوب افريقيا. فالشكل اللي عليه الوداد حاليا شكل مغاير تماما، والدليل على كده رده الفعل في كل هدف احرزه سان داونز. سان داونز لما تقدم على الوداد في جنوب افريقيا كان ممكن ينهار اي فريق، ينهار نفسيا وينهار بدنيا ويبدا سيناريو الخساره بنتيجه كبيره يسيطر على اللعيبه وعلى المدير الفني. ده السيناريو اللي يتمناه سان داونز في اي مره بالظبط، يعني فكره انه يتقدم على ارضه وسط جمهوره بالزبط. اكيد اي فريق هيندفع وهيسيب المساحات ورا اللي ممكن او اللي اكيد سان داونز واحد من افضل الفرق اللي تجيد استغلال المساحات، وده احنا لازم نروح له في مباراتنا مع الوداد، والحاجات اللي لازم ندرسها ونقف عندها كويس جدا رده الفعل بتاعه فريق الوداد. رده فعل الوداد مع فاندنبروك مختلفه تماما، حتى في مباريات الدوري مباراه الكاس قدر يفوز في مباراتين في الدوري، قدر يفوز على المغرب التطواني في المباراه الاخيره والدفاع الحسن الجديدي، وقدر كمان يفوز على شباب المحمديه 3 مباريات فاز فيهم فاندنبروك مع الوداد في مباراتين في الدوري ومباراه في الكاس، وقدر يتعادل مع سان داونز بالشكل اللي احنا قلنا عليه، وجه مغاير تماما، ردة فعل مختلفة وردة فعل كبيرة تحسب لفريق الوداد، وتبين ان فريق الوداد اصبح ليه شخصية كبيرة جدا على ارض الملعب امام الكبار. طيب.